الفيتشر التاسعة هي أوتوماتيك موتور أوتوماتيك تيونينج أو أوتوماتيك موتور تيونينج. هلا أحد الفيتشرز الموجودة في كثير من الدرايف إنه بإمكان الفيربل فريكونسي درايف طبعا بده يكون عنده فيدباك من السيستم. نقدر نعمل اوتوماتيك تيونينج لهذا المحرك، فبيقدر الدرايف انه يفحص الفيتشرز تبعت المحرك ويستخرجها. مثلا احد الاشياء ممكن يعملها ممكن يطلع البودي بلوت اوتوماتيكيا تبع المحرك. واذا بتتذكروا البودي بلوت مكون من جزئين، عندي هون الفريكونسي بالاف او بالاوميجا، راديانس بير سكند او هرتز، وعندنا هون الجين. فكأنه عماله بيطلع الترانسفير فانكشن تبعت هذا المحرك، او ممكن يقرا حتى البارامترز تبعته يطلع ار واكس. فمثلا اذا طلع الجين مثلا طلع بعطيني هيك، بعطيني بعدين هون الفيز الجين بلوت والفيز بلوت، وطبعا هون بتكون زوايا ماينس باي ار. فبامكانه الفي اف درايف انه يعمل اوتوماتيكين، يعمل اوتوماتيك تيونينج للمحرك ويقرا البارامترز اللي موجوده فيه بدون ما انت تعطيه هاي البارامترز. فبعمل تيونينج فبتلاقي يعمل بس تشغله بده يحرك المحرك، بده هو يتحرك يحرك المحرك، وطبعا عماله باخذ فيدباك بيقيس الكرنت اللي باخذه المحرك. وان كان بهذا الايدنتيفيكيشن بعمل ايدنتيفيكيشن للبارامترز اوتوماتيك بارامترز تبع المحرك. هذا نوع من التيونينج زي تيونينج او بقرا البارامترز تبع المحرك. في عندنا كمان فيتشر، في عندنا نوعين للبريكنج، اكثر من نوع من البريكنج بنستخدمه. في البريكنج اللي حكينا عنه قبل هيك تتذكروا كان الدايناميك بريكنج ريزيستر، لكن في بالامكان كمان نعمل بريكنج دي سي بريكنج. فكرة الـ DC breaking إنه إحنا في الدرايف مشبوك أصلاً هو الثلاثة تيرمينالز على المحرك، هلأ إحنا عادةً لما بدنا نشغل المحرك ونمشي بنعطيهم 50 هرتز فبلوف فبصير تكون عند سبيد تورشر. لكن خلينا نتخيل لو إحنا حطينا بلس وماينس على هذا المحرك، هلا لما نحط عليه بلس وماينس راح يمر دي سي كرنت هون طبعا في وايندينج، هاي الوايندينج مثلا وهاي الوايندينج. قديش الفريكونسي تبعت الدي سي؟ زيرو. اذا قديش السينكرونس سبيد؟ زيرو. اذا قديش السرعه اللي بلف فيها الماجنتيك فلوكس؟ زيرو. ما بتفرق اذا في داخل المحرك راح يتكون عندي فلوكس ثابت ما بلف ما بيتحرك. هذا راح يعمل بريكنج على الروتر، راح يعمل بريكنج على الروتور. يعني راح يصير هلا اذا المحرك اصلا عماله بيتحرك، يعني افترض المحرك كان بيتحرك عماله بالبوزيتيف دايركشن الكلوك وايز دايركشن، الروتور عماله بيتحرك في الكلوك وايز دايركشن، واحنا هون مثبتين هذا الفلكس، ايش راح يصير الان في داخل المحرك؟ شوف هلا لو طلعت هلا هون، افترض عندي هون في تيرمينال والفاز الثالث مش موصل، مش موصله، او بدك تحط عليهم تقدر تحط عليهم بوزيتيف ونيجاتيف، بس المهم الفكره الاساسيه تحط على دي سي على هدول بحيث انه المحصل النهائي عندي ماجنتيك فلكس دنسيتي، يعني هذا بي ماجنتيك فلكس دنسيتي لكنه ما بلوم ما بتحرك، سرعته زيرو واقف مكانه ثابت مكانه. هلا هذا بتقدر تثبت اذا طلعت على الموتور افكت والجنريتر افكت تبع هذا، انه راح يتكون عندي بريكنج تورك يحاول يهدي المحرك ويوقفه ويثبته على زيرو سبيد. يعني خليني اخذ مثلا بعين الاعتبار، خليني اخذ هيك، خلينا نمشي فيها بالتفصيل وناخذها ونعمل نستعمل الرايت هاند رول والليفت هاند رول. خليني افترض ان المحرك الموتور تبع المحرك بهذا الاتجاه. اذا الاسلاك هاي اللي موجوده في السكورل كيج، لو هذا سكورل كيج اندكشن موتور، كل كيج عمالهم بلفوا هيك مظبوط. اذا لو طلعت على هذا هذا الكيبل الكوندكتر بشكل خاص راح الاقي انه الفلكس جاي بالنسبه له هيك، وهو بيقطع الفلكس بهذا الاتجاه، فكانه الفلكس بيجي عليه كان عماله الفلكس بيقطعه بهذا الاتجاه. يعني خلينا هلا لا نطلع ناخذ هلا بده يتكون عندي اول شيء جنريتر افكت مظبوط. ناخذ الجنريتر افكت، الجنريتر افكت بكون عندي هاي الفلكس والموشن وهاي الموشن
ايش راح يتكون عندي؟ راح يكون طالب تيار. خلينا نعملهم هلا هون عندي راح يكون الكتريكال فلوكس بهذا الاتجاه وعندي موشن بهذا الاتجاه مضبوط بشكل كوندكتر عفوا الموشن بهذا الاتجاه فلوكس لبرا التيار موشن بهذا الاتجاه يعني اذا هذا راح يكون عندي طالع من الصفحه في فولتج مضبوط يعني كانه هذا اللي طالع من الصفحه بوزيتيف هون ونيجاتيف هون فكانه بيحاول يمشي كرنت هلا اذا تكون عندي فولتج هل في مسار للكرنت انه يمشي في هذا الكوندكتر في كيف مشرط الاطراف تمام اذا هذا سكويرل كيج في عليه كوندكترز كله لافف عليه كوندكترز وبعدين هذول مشبوكين من هون مشبوكين من هون مضبوط مش هذا تعريف سكويرل كيج اذا في مسار لهذا انه يمشي كرنت طيب الان اذا مشي كرنت شو راح يصير عندي تكون موتور افكت الان هلا الموتور افكت بقول الكرنت عندي ماشي بهذا الاتجاه وبده يكون في ماجنتيك فلوكس خلينا نشوفهم ونشوف هلا عندي الماجنتيك فلوكس بهذا الاتجاه والكرنت بهذا الاتجاه وين راح يتطور فورس معاكسه هل هي معاكسه نعم معاكسه اذا شو راح يصير راح يتكون عندي على هذا الكوندكتر فورس بهذا الاتجاه يعني هذا الفلوكس اللي موجود شو عماله بحاول يعمل بالمحرك بحاول يعمل له بريك اوكي ماشي بدون بس بمجرد اني حطيت دي سي من هون اذا حطيت دي سي فراح يضل المحرك هذا راح يضل يحاول يبطئ سرعته وين عم بتضيع الطاقة هاي؟ حرارة فيها بتضيع حرارة في السكوريل كيج طبعا لأنه هاي مقاومة السكوريل كيج اللي موجودة هون الكل واضح فاهم الهاي مشين عليهم جنريتر افكت موتور افكت كل فاميليار بهدول اوكي هاي اعطتني نوع من البريكنج طبعا هذا مش الانواع المحببة بالبريكنج شو مشكلته؟ حكينا هيت اكثر مشكلة فيه راح يتكون عندي كرنتس عالية في الروتور وهيت مش ريجنريتف تمام مش ريجنريتف بس هاي احد الاوبشنز موجوده ففي بعض انفرترز بامكانك تختار فيها تعمل دي سي بريك هلا بدك توقف السيستم راح يحط عليه دي سي بريكنج وراح يخفف سرعه السيستم هذه احد الاوبشنز دكتور يعني عشان نعمل بريكنج كنت الموتور شغال نفس الوحده من الفيزز مركب دي سي على تمام او يعني انت بامكانك تركب اللي بدك اياه بحيث انه لاحظ هدول تذكر هدول الثلاثه ان سبيس 120 درجه بينهم ان سبيس الكتريكال وسبيس تمام هلا ان سبيس في بينهم 120 درجه فلما انت تحط كرنت مثلا في ار او كرنت في اس او كرنت في تي الكرنت اللي بتحطه في ار خليني افترض مثلا انه اتجاهه هيك والكرنت اللي بتحطه في اس فرضا اتجاهه هيك والكرنت اللي بتحطه في تي في اتجاهه هيك طبعا اذا رحت حطيت دي سي متساوي عليهم الثلاثه بحصل رح تكون زيرو البي بي ار وبي اس وبي تي ففرضا نفترض انت جيت حطيت مثلا على ار فل وحطيت شوي على تي وشوي على اس بس نيجاتيف شو رح تصير محصلتهم؟ هدول الاثنين راح يعطوني خط هيك وخط هيك هدول لما بجمعهم اعطيني خط بيطلع معك خط هيك اوكي هذا يعني ما بهمنا كثير بس في طريقه معينه او انت اذا بدك قرر تحط طبعا انا احسن لي احاول اوزع عشان اوزع الحراره كمان اللي موجوده في البرايمري في الستيتور اللي موجوده في الروتر لكن هذه احد الطرق هي دي سي بريك ترى انت هيك كنا ممكن نعمل هذا الشيء عن طريق الاي سي ثلاثه بدون اذا غيرنا الفيز شيفت بيناتهم احنا ممكن نعمل بريكنج لمحرك تمام يعني لو انت افرض عندك محرك عادي بدون فيربل فريكونسي درايف والمحرك طالعين الثلاث تيرمينلز تبعونه وانا بدي اعمل له بريكنج فرضا وفصلت الثري فيز عنه مش هيك سؤالك؟ هي كان جاييني ثري فيز من هون وفصلت الثري فيز هلا هذا كيف راح يوقف؟ راح يوقف على فريكشن اذا ما عملت شيء هلا اذا بدي اخليه يوقف بشكل اسرع بامكاني اجيب مثلا سويتش من هون واحط دي سي هون فرضا انت مش حاضر اوصل لهذا التيرمينال فممكن راح تحطيته على هذا التيرمينال هذا راح يعمل عليه بريك بس المشكله طبعا انه في عندي حراره راح تصير في المحرك مش عم بسترجع الطاقه اوكي اذا هذا هو اوبشن عند دي سي بريكنج الثاني حكينا عنه بتتذكروا قبل المره هاي اللي هو دايناميك بريكنج ريزيستر بامكاني اضيف للدرايف للفيربل فريكونسي درايف يكون في تو تيرمينالز طالعين من هون بنشبك مقاومه خارجيه. في داخل السيستم هلا هون بتتذكروا حكينا دايناميك بريكنج ريزيستر هذا مش ريجنريتف راح تضيع الطاقه الان وين؟ بريزيستر تضيع بهذا الريزيستر راح ترجع الطاقه من المحرك وتضيع في الريزيستر وراح يكون عندي عندي الدي سي باس اذا متذكرين الدي سي باس من هون بعدين عندي الانفرتر كل واحد من هذول فيه بارلل مع الدايود
3 تيرمينالز تبع المحرك مشبوكين هون وهون وهون، وهذا راجع على الدي سي بس. هاي النقطه هون اذا بدي اعمل بريكنج عليها رح يرجع الانرجي، رح ترجع وتتراكم على هذا الكاباستر. فبمكان احنا نشبك ريزيستر خارجي، يعني راح احط انا هون التو تيرمينالز، هذول التو تيرمينالز هم نفسهم، هذول التو تيرمينالز الخارجيات، يعني الريزيستر ما بيكون في داخل الفي اف درايف، في طالع تو تيرمينالز من الفي اف درايف لبرا، وبداخل الفي اف درايف عندي هون اي جي بي تي. هذا طبعا الاي جي بي تي بيكون بتحكم فيه الكنترولر. احنا بنشبك الريزيستر الخارجي الان، ممكن تشتريه من نفس الشركه، ممكن تطلب من نفس الشركه تشتري الدايناميك بريكنج ريزيستر وتعمل له سايزنج، تتذكروا عندنا حسابات سايزنج قديش الحجم اللي بدي اياه، بركبه هون وراح تضيع الطاقه الان ترجع في هذا البريك ريزيستر. الحراره الان مش في المحرك، الحراره في خارج المحرك، راح تضيع في هذا الريزيستر، وهذا الريزيستر طبعا بدي احطه في مكان مهوى كويس، والباور ريتنج تبعته بدها تكون مناسبه للابلكيشن، وقديش بتوقع يجيني حراره منها. اذا هاي عندي 10 و11. هلا كمان في عندنا بي اي دي كنترول في داخل البي اف درايف، لانه لازم تتذكروا احنا عندنا ممكن يكون عندي فيدباك، يعني ممكن احنا نركب فيدباك على المحرك. هاي عندي هون مثلا شافت انكودر، والشافت انكودر راح ارجعها له، فهون ممكن يكون عندي في داخل البي اف درايف عندي بي اي دي كنترولر، والبي اي دي كنترولر انت بامكانك تعملها تيونينج، ما لي ولا تيونينج. فراح تروح انت في الفيربلز، راح تلاقي في الفيربلز المختلفه في داخل الفيربل فريكونسي درايف راح يكون في فيربل الكي بي. هلا بعضهم بيكون في تي اي وتي دي، وبعضهم راح يكون كي بي، حتى هاي عم نسميها كي هون، او بيكون كي بي وكي اي وكي دي، بدك تشوف ايش اللي موجود حسب ايش اللي موجود منهم. هلا طبعا تذكر انه تي اي راح تكون في المقام تحت اذا كانت بهذا الشكل، فلما تكون كبيره كثير راح يكون اثر الاي، وهذا طبعا هون للاي تيرم، وهذا للبي تيرم، وهذا للدي تيرم. كانك انت هون تعمل تيونينج حسب السيستم هذا، بحيث انه يصير الريسبونس تبعه، تحسن الريسبونس تبع هذا السيستم بالكلوز لوب كنترول. اخر شيء عندنا هو في فيتشرز اللي هي فورس فيكتور. هلا تتذكروا احنا كل المود اللي كنا نحكي عنه للبي اف اللي هو سكيلر، والسكيلر كان في نوعين منه اذا متذكرين. في عندي النوع اللي بيكون فيريبل فولتج في الريكتيفاير زائد ستيب ويف انفرتر، اللي قلنا هذا النوع قديم بطل يشتغل. هون بيكون عندي كنترول ريكتيفاير، وهون بيكون ستيب ويف انفرتر، ما في بي دبليو ام، وهون بقدر اغير الفي على اف. او النوع اللي شائع اكثر الان انه عندي ان كنترول ريكتيفاير بي دبليو ام، Uncontrolled Rectifier و PWM. ال PWM هو اللي بغير الفولتج، بغير عن طريق السويتشنج تبع ال PWM باستعمال الترينجوليشن مثلا، دخلنا فيها بالتفصيل، بغير ال V وبغير ال F بحيث نحافظ على V على F ratio. هذول الاثنين يعتبروا Scalar Control. هذول الاثنين بيعانوا انه التورك بيكون ضعيف at low frequency، يعني هذول Scalar Control إذا بدنا نتخلص من الضعف في التورك at low frequencies at low speeds لازم نستعمل فلكس، يا اما فلكس فيكتور كنترول. وفي بعض الشركات صارت طلعت ايش اسمه الدايركت تورك كنترول، بس الفلكس فيكتور كنترول بدنا نحاول نشوف بركي من هون لنهايه الفصل قلنا شويه نشرح المبدا الاساسي تبعه. يعني نفس الدرايف انت بتشتريه بامكانك تشغله بالسكيلر كنترول في اف مود، هذا عاده بسموه في اف مود. فاذا فتحت الانفرتر حتى تبرمجها بتقدر تبرمجه، يا بتبرمجه بالفي اف مود او بتبرمجه وخليه يشتغل بالفلكس فيكتور كنترول نفسه، ما في حاجه اشتري واحد ثاني. هلا راح نحاول نشوف فيديو بيشرح فكره الفلكس قوه الفلكس فيكتور كنترول.